خليني اروح لاسبانيا مره اخرى، ولكن هذه المره من قلب الملعب، زميلنا العزيز دكتور مدحت العدل اللي كان موجود في هذا الكرنفال من قلب الملعب، كان بيشاهد هذا اللقاء على الهواء مباشره. دكتور مدحت مساء الخير. مساء الفل يا دكتور حاتم. كنت في الملعب؟ انا في الملعب، في الملعب لسه ما خرجناش اهو، لسه الناس معلقه علينا حواليا. حاجه يا كابتن. احكي لي بقى، احكي لي. نوصل في يوم من الايام بعد 100 سنه نتجلى الدور. مستحيل. ها والله العظيم يا كابتن، انا صفحت حضاره بتاع ونص، اتفرج على الحضاره وشفت ناس متحمسين جدا ساعه الماتش. الماتش خلص من هنا، اللعيبه كلهم بيسلموا على بعض، الجمهور ريال مدريد وبرشلونه بيسلموا على بعض، ده بيقول له مبروك تاسيس، كان ما كانش في موقعه من 5 دقايق. شفت كم شمروخ وكم باراشوت وكده؟ يا كابتن شفت كام شمروخ وكم باراشوت وكم مطوه وكم سنجه في الملعب؟ يا كابتن مفيش بوليس اصلا. الناس مؤدبه ادبي يا كابتن، حاجه تسرح. وعلى فكره الالتراس هنا قاعدين برضه ورا الملعب وبيشجعوا طول الماتش، واحنا دخلنا يا كابتن قبل ماتش الخمسات الضغط كله بتطير، واحنا خارجين لا الالتراس ايه يا دكتور، انا اسف التاريخ ايه يا دكتور يا استاذ يا كابتن شوبير، انا عارف انا حواليا ناس كتير. احنا قاعدين في حاجه حضاريه، شو ماتش الكوره اللي احنا نعرفه. حاسس انك في كرنفال، حاسس انك في مهرجان كرنفال يا كابتن. كمال العدل معايا بيقول لي ده شو مسرحي. شو مسرحي؟ ها معانا ناس بيشجعوا برشلونه مصريين متحمسين ومزعلانين، قلت لهم اللي من برشلونه مش زعلان، عارف انه قدر النهارده هيكسب الماتش الجاي. احنا يا كابتن بنشوف غلط وفاهمين الدنيا على بعضها غلط في الكوره، والناس ماشيه في سعاده وفرح، ويعني اللي زعلان عشان فرقته خسرت لكنه بمنتهى الاحترام على الاقل. يعني هو جه قضى يوم مبهج وجميل وخرج في الرياضه، حضر النهارده هيكسب كوره، فاهمين الدنيا بشكل صح، واحنا مستمتعين وفرحانين ومبسوطين حاجه بجد. يعني لو اتمنى كل مشجعين الكوره في مصر يجوا مره يتفرجوا على الناس عشان يعرفوا يعني ايه تشجيع. عملوا ايه بقى مشجعي برشلونه بعد الهزيمه؟ مين بتوع برشلونه؟ ولا حاجه يا كابتن، ماسكين جنبنا ماسكين الاعلام وقاعدين يحيوا بعض عادي جدا، ما كسبوا وقت كده وهيكسبوا تاني، مش اي حاجه يا كابتن. بس طيب النجوم الكبار، النجوم الكبار رونالدو في الكوره الاخرانيه خبط لعيبه وكان حكامه. يعني بعد الماتش على طول خبط اللعبه بعد الماتش الثانيه في ساعتها، لان ما كانش فيه ماتش خلاص انتهينا. النجوم الكبار يعني زي ميسي، نيمار، سواريز، كريستيانو، بيبي، يعني كان الدنيا ماشيه معاهم ازاي؟ بص يا كابتن، النهارده طبعا انا وجهه نظر، انا بتفرج يعني اعتبرتني محلل يعني. طبعا احسن ناس لعلوا قوي النهارده اللي علوا ريال مدريد قوي النهارده بنزيما كان هايل. ومين يا جمال الولد اللي اسكو 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 ومارسيلو ومارسيلو مارسيلو عامل ماتش عمره. الولد والكابتن شوبير وعلى اليمين ومودريتش خط النص. مودريتش قلل قوي النهارده برشلونه، لان ياسا ما كانش عالي. ميسي ما كانش عالي. يعني خط الوسط النهارده فرق، يعني ريال مدريد كسب الماتش مع ان اصلا اللي بدا برشلونه. لكن حتى كريستيانو رونالدو ما كانش عالي قوي. لكن لعيبه خط الوسط اللي هم بنعتبرهم يعني بالنسبه لنا احنا مش نجوم، هم النهارده اللي رشحوا كابتن ريال مدريد على برشلونه. لكن رحت كرنفال، حضرت عرض مسرحي، جماهير محترمه، جماهير جايه تستمتع بكره القدم، ليس لها علاقه بالسياسه ولا بالكلام الفارغ، ولا حد اتكلم في الانفصال ولا كاتالونيا ولا شماريخ ولا عرب. لا 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 يا كابتن، الناس جايه ماشيه زي الفل، الناس حاطه تتخرب بتتكلم على بعض بيهزروا وبيضحكوا. بس التفاصيل بقى يا كابتن اللي حواليا هنا، عايز اقول لك الخروج يعني الماتش خلص بقاله 5 دقايق بس. احنا دلوقتي تقريبا على الشارع. في الشارع. كم منتج يا كابتن حوالين حاجه بتاعت 80 منتج، عروض استعراضيه قبل الماتش الاستاد، والناس في حاله تهته وحاله انتقام، والمدينه بتكسب فلوس. ما برشلونه كانت جون، الناس جامدين على طول هيقفوا حتى تقوم تتفيض كده عشان تبقى فينا. لا 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 يا كابتن بجد، الواحد مش
فرحان فرحان بتجربه جميله وممتعه بتخلي الواحد لما يرجع مصر اكثر ذوقا. نعم مصر زمان، الاستاذ جمال العدل بيقول لك مصر زمان، مصر زمان. عايز اقول لك النهارده في قرارات قويه جدا لما كان الزمالك بيلعب الاهلي وكنت عاطيك كان بطاقه عامه. انت برضو فاتك دمنهور النهارده. عايز اقول لك في قرارات قويه جدا النهارده من مجلس القوات المسلحه، مجلس الدفاع الوطني، مجلس الوزراء. هترجع هتلاقي شكل تاني متغير تماما يا دكتور. البلد هنا كلها على قدم وساق، واضح انه في قرارات هيتم تنفيذها واختصاص للقضاء العسكري، والناس كلها الحقيقه متفاعله هذه المره وبتطالب بتطبيق رياده القانون. واعتقد ده هيطول الملاعب وهيطول الشارع وهيطول الجامعات. نعم هو ده اللي حضرتك بتقول. الحزم يا جماعه، الحزم عشان ادب اصلاحتنا لو واحد خرج بره القوانين المتاحه بمنتهى العمق والصراحه. نعم نعم نعم. بشكرك دكتور مدحت العدل، وتحياتي للدكتور جمال العدل وكل اللي بقدر اسمعكم حواليا. الو خلاص بشكرك شكرا جزيلا دكتور مدحت العدل.